مرحبا. في هذا الفيديو راح نحكي عن الـ AI Control واللي هي التحكم بالغسيل عن طريق الذكاء الاصطناعي. وهاي الميزة بتخلي الغسالة تتذكر عادات المستخدم في اختيار البرامج والخيارات. وحاب أحكي لكم عن تطبيق Smart Things اللي هو يتم من خلاله ربط الغسالة بالموبايل بغض النظر سواء كان أندرويد أو iOS. تقدر تربط الغسالة مع النشافة بميزة الـ Auto Cycle Link عن طريق Smart Things Application.